بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخيرات على حضراتكم. انا هتكلم النهارده في موضوع وصفته في عنوان الفيديو ان هو اخطر من الارهاب ويدمر الاوطان، ودي حقيقة بالفعل. هو مش سلاح ولا صراع ولا متعلق بعلاقات الدول الخارجية ولا حاجات من دي، هو ملف داخلي بامتياز، مشكلة داخلية بامتياز. هو الزيادة السكانية. يعني انت هتكلمنا في الزيادة السكانية، ما كل شوية بنسمع عن الزيادة السكانية، الرئيس بيطلع يتكلم عليها في أكتر من مناسبة، تقريبا في كل مناسبة لها علاقة بالتنمية، حتى المؤتمرات الدولية، المؤتمرات الداخلية، افتتاح المشاريع، رئيس الوزراء بيتكلم عليها، وزيرة الصحة والسكان أو وزارة الصحة والسكان بتتكلم عليها. طيب هتطلع تكلمنا تقول إيه يعني جديد؟ هو بصراحة رئيس الجمهورية كمسؤول أو الحكومة هيكلموا ليهم حدود معينة، مش عايزين يجرحوا شعور المواطنين. هو بيحاول يوريك نتيجة الزيادة السكانية لما بنخلف الأسرة، لما يبقى فيها 5 و6 و10، مصيرهم بيبقى إيه؟ حياتهم بتبقى صعبة إزاي؟ لكن إحنا نتكلم بمكاشفة بصراحة، وأهو الكلام فيديو. عجبك الكلام يا رب يلقى استحسانك وتقتنع وتاخد قرار في مصلحتك ومصلحة غيرك. ما عجبكش الكلام كأنك ما سمعتش الفيديو. تمام؟ اتفقنا؟ طيب، الزيادة السكانية بتبلع التنمية اللي احنا بنحققها سنويا، لما تحقق في ظل كورونا 2 وشوية 3 وشوية% أو توصل لخمسة وشوية لما يتحسن الأحوال، يبقى فيه إيرادات أكتر من السياحة وقناة السويس وغيره، أو في الظروف العادية اللي احنا مطالبين، يعني في الظروف العادية احنا مطالبين فيها ان احنا نحقق فوق 7% تنمية علشان نقدر يدوب بس اللي جاي يبقى على قد اللي رايح بسبب الزيادة السكانية. هو معلومات اساسية في البداية، احنا بنزيد 2.5 مليون نسمة تقريبا في السنة، وما تطرح منهم الوفيات ربنا يديكم العمر والصحة، يعني نتكلم في 2 مليون تقريبا. ده رقم مرعب، نسبة مرعبة مقارنة لعددنا. يعني احنا لو قلنا ان احنا 100 مليون واحنا زدنا عن الرقم ده، اصلا احنا بنقول قدرنا سنتين ثلاثة اربعة بنقول ان احنا 100 مليون، لا احنا زدنا عن الرقم ده. بس هخلينا في الراسخ في الوعي العام، لو قلنا ان احنا 100 مليون دلوقتي وزد 2.5، يعني 2.5 مليون في السنة، ده رقم يعني خزعبلي، رقم يرعب. ده انت بتزيد دولة كل سنة، يعني في دول تعدادها اقل من 2.5 مليون. الاحصائيه اللي مذكوره في مقال مفصل لهيئه الاستعلامات المصريه بتقول لك ان احنا على 2050 هيبقى عددنا 175 مليون نسمه. 175 مليون نسمه 2050، يعني خلاص شويه ونقفل ال 200 مليون. ايه بقى يعني وضعنا هيبقى ازاي لو احنا حافظنا على 7% دلوقتي بتاعت التنمية علشان ال 100 مليون ياكلوا ويشربوا ويبقى اللي جاي على قد اللي رايح؟ طيب هنعمل ايه بقى في 2050؟ والتنمية المفروض ان هي تبقى كام علشان 175 مليون نسمة يبقوا قادرين ياكلوا ويشربوا؟ طب هو هدفنا بس احنا كمواطنين احنا ناكل ونشرب؟ يعني هل هدفنا ان اللي جاي يبقى على قد اللي رايح وبالبلدي كده يعني مستورين وخلاص؟ هو الساتر مفيش احسن منه، يا رب يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب، قولوا امين. لكن احنا ربنا قال اسعى يا عبد، خلينا نسعى، احنا عايزين حياه افضل لينا ولعيالنا ولاحفادنا. فالموضوع مش هيبقى قاصر بس على الاكل والشرب والشغل، ما هو انا لو باكل وبشرب وبشتغل ودخلي يدوب على قد معيشتي هفضل محلك سر، مش هقدر اعمل اي تطور، مش هحقق احلامي. احقق احلامي امتى؟ احقق احلامي لما يكون دخلي قادر بيه ان انا اعيش ومحقق لي هامش رفاهيه، فاقدر اوسع على نفسي واوسع على عيلتي واوسع على اولادي واساعد ده واساعد ده، وتبقى الحياه جميله ونفسيتي مرتاحه وكل حاجة حلوة. طيب هو ده هيتحقق امتى؟
يعني يؤسفني ان انا اقول لك ان عمره ده ما هيتحقق، المستوى ده من الرفاهية عمره ما هيتحقق طول ما احنا بنجيب 2.5 مليون نسمة في السنة. للأسف دي حقيقة. 7 8 9 10% تنمية مش هتقدر على الزيادة السكانية دي. تمام؟ طيب الحكومة ترشد الدعم، تصلح سياسات الدعم، تعمل إجراءات، مش هتيجي حضرتك تضربك على إيدك وتقولك ما تخلفش. القرار لازم يطلع من جواك أنت، القرار لازم يطلع من جواك أنت. وأنا هنا مش بتكلم عن اللي خلف، خلاص اللي خلف خلف، أنا بكلم الشباب اللي مقبلين على الزواج. رجاء فكر في الموضوع، هتلاقي إن 2 كفاية أوي، 2 كفاية أوي. هقولك ليه. إحنا عشنا على موروث معتقدين إن هو يعني صحيح، عشنا على الموروث دوت سنين كتيرة فاتت، إن الخلفة عزوة والخلفة حاجة حلوة والعيل بيجي برزقه. يعني زمان كان مثلا المزارع أو الفلاح المصري اللي بنوجه له كل التحية كان بيخلف كتير علشان أولاده يساعدوه في الأرض، في الزراعة، وفي العناية بالمحصول وفي الحصاد وإدارة الأرض وحاجات من دي. واللي عنده برضه مصنع صغير بيعمل أي حاجة، مصنع طوب، مصنع أي مصنع صغير، أي ورشة، عايز ولاده حواليه يعلمهم الصنعة ويساعدوه. هل الوضع على ما هو عليه حاليا؟ هل أنت ما زلت محتاج عزوة علشان تزرع أرضك أو تشغل مصنعك؟ الحقيقة لا، بالمعنى البلدي الأنفار اللي انت كنت بتحتاجهم في زراعة أرضك أو تشغيل مصنعك علشان توفر رأس مال أو تكاليف تشغيل وتعتمد على أولادك في الموضوع دوت ما عادتش مطلوبة. الأفراد اللي المفروض يشغلوا الشغل ده ما عادوش مطلوبين زي الأول خلاص. ليه؟ الميكنة يا جماعة، احنا في عصر الميكنة، كل حاجة بقت بالمكن. يعني احنا وصلنا لدرجة ان في مكن بينتج مكن، زي المكنة اللي جبناها من ألمانيا، المكنة العظيمة دي اللي مفيش منها في العالم غير 8، التامنة اتعملت عندنا، ودي بتنتج كل حاجة، دي بتنتج المكن اللي بيخرط المكن من الآخر. فلما يكون عندي الزراعة اتميكنت والصناعة اتميكنت وما انتش محتاج فرد يجي يدقق على الإنتاج أو يشوف الظروف الأرض عاملة إزاي، ولا يقيس المية، ولا يشوف الرطوبة، ولا يقيس السماد، ولا يحط مش عارف إيه، كل ده بقى بالمكن، بقى أرخص بالمكن، بقى أجود بالمكن، بقى أسرع بالمكن. مصر متحركة في الاتجاه ده بقوة بقوة. اتفرج على مشروع توشكا امبارح، والمشاريع الزراعية الكبرى اللي كانت بتفتتح في الصعيد، ولاحظ المكن الجديد اللي موجود، بص على الجرارات عاملة ازاي، بص على المكن بتاع حرس الأرض، بص على المكن المسؤول عن تمهيد الأرض، بص على كل المعدات اللي هناك، بص على المعدات، بص على معدات الري. المكنه بتاعت الري المحوري دي كنا بنستوردها من بره، من ضمن اللي اتقال ان احنا دلوقتي بننتجها عن طريق شركه السويدي بنسبه فوق 75%، وده معناه ان انت وطنت صناعه هذا الجهاز المهم جدا لاستصلاح الاراضي الزراعيه. تمام؟ فانت داخل في الميكنه بشكل كبير جدا. العالم بيتجه للصوب الزراعيه. انا بكلم الفلاح بقى بقول له انت العزوه بتاعتك اللي انت بتقول انا محتاج عزوه، بكلم اللي عايز يتجوز، ما تعملش زي ابوك وجدك ما عمل. ابوك وجدك كان عنده ظروف مختلفة، كان السمت العام، كان المناخ العام في البلد بيدفعه لكده، ان هو محتاج حد يساعده في الارض وكل حاجة ماشية يدوي. تمام؟ انت وضعك مختلف، انت ممكن المكن يكون افيد لك ويكون اربح لك ويكون اسرع لك. تمام؟ فما تعملش زيهم. اذا لما العالم يتجه للصوب الزراعية علشان يطلع محصول بإنتاجية أعلى ومحصول جودته كويسة، يعني تلاقي الثمرة
خضار، فاكهة، أيا كان نوع الثمرة، هتلاقيها أجود بكتير من اللي مزروعة في الجو المكشوف، تمام، في الحقل المفتوح. ليه؟ لأن تم توفير الظروف البيئية والظروف المناخية الأنسب لنمو الثمرة دي، وأصبحت على أعلى مستوى من الجودة. وكل المزارعين عارفين الفرق ما بين الزراعة في الصوب والزراعة في الحقل المفتوح. كتير من الآفات بيتعرضوا لها في الحقل المفتوح، وكتير من المشاكل والتغيرات الجوية والتلوث وخلافه، نسبة الرطوبة، الصقيع، درجة الحرارة، كل ده بيتم ضبطه والتحكم فيه في الصوبة الزراعية. طيب، يعني المطابع أسهل من الأول، وهو ده الاتجاه اللي ماشية فيه الدولة المصرية. فأصبح موضوع العسوة في الزراعة يعني ما هوش هدف في حد ذاته، ده كان وسيلة، لأن ما كانش فيه تكنولوجيا كفاية في مصر تمكننا إن إحنا نزرع بعدد أفراد أقل. دلوقتي لأ، عندنا هذه الإمكانية. طيب، واللي اتجه من المزارعين المصريين وحائزي الأراضي الزراعية اللي اتجه فيهم للصوب لمس الفرق ده بنفسه، عارف الصوب بتاخد وقت قد إيه، مجهود قد إيه، مقارنة بالأرض المفتوحة، مفيش وجه مقارنة. طيب، بالنسبة للصناعة، الصناعة بقى الإنجاز فيها من حيث التكنولوجيا وخلافه يمكن أكتر كمان من الزراعة. أي مصنع عندك تقدر إن أنت تدوره بعدد أفراده قليلين جدا. طيب، أنت بقى هتخلف ليه كتير؟ هو أنت لازم اللي تشغلهم عندك في المصنع ولا اللي شغلهم عندك في الأرض يبقوا ولادك؟ يعني جاية منين حتة أخلف كتير عشان تبقى عزوة؟ عزوة ضد إيه؟ ضد مين؟ هو الأساس اللي المفروض يكون في عقلنا كلنا إن كلنا مواطنين. العزوة بتاعتنا مش ولادنا، لأ، العزوة بتاعتنا القانون. إحنا في دولة فيها قانون، العزوة بتاعتنا القانون. هتقول لي بيحصل اعتداءات في الحيازات الزراعية، وبيحصل مشاكل ما بين المزارعين وبعضهم، ومشاكل ما بين المصانع المتجاورة، وتنافس في السوق وخلافه. أيوه، بس أنت فكر شوية. أنت على المستوى البسيط لو داخل خناقة، آخر الناس هتقول لهم تعالوا ولادك، هتخاف عليهم، هتنادي أصحابك، هتنادي إخواتك، هتنادي أي حد، لكن ولادك هتخليهم على جنب. صح ولا مش صح؟ ما نتكلم بصراحة، أكتر ناس هتخاف عليهم ولادك. طيب، خاف عليهم بجد بقى، يعني أنت مش خايف عليهم إن أنت تسيبهم في الزمن بموارد قليلة جدا ما تساعدهمش إن هم ينجحوا، يستقروا، يعيشوا حياة كويسة؟ يعني 5 و6 7 8 أولاد، تمام؟ لو أنت قادر تصرف عليهم، ده أنت لو مش قادر تصرف عليهم دي مصيبة. طيب، لو أنت قادر تصرف عليهم، وهنقول في كل حاجة، تعليم وصحة وملبس ومأكل ولعبة وتنطيط وهدايا وأعياد ميلاد، اللي أنت عايزه كله، اللي انت عايزه كله اعمله، حلو، انت قادر ان انت تصرف عليهم، هل هتقدر تديهم اهم حاجة الاهتمام؟ هتقدر توزع اهتمامك ووقتك مع 8 6 7 حتى لو 5، هتقدر تديهم كل الاهتمام بتاعك بشكل متساوي وشكل كافي؟ هتقدر تدي كواليتي تايم لكل واحد فيهم، وقت كافي تقعد معاه تناقشه، تساعده على فهم الأمور، تديله من مبادئك وأخلاقك وتجاربك في الحياة؟ قطعا مش هتقدر. هنقول كمان، لأني هي كده طبيعة الحياة، الشيء بالشيء يذكر، ما احناش عايشين في جزر منعزلة، حاجة لزوم حاجة، الشيء لزوم الشيء. ما دام عندك مال، إذا محتاج تديره بكفاءة، إذا هتفضل مشغول على طول، وده هيكون واخد أكبر جزء من وقتك في حياتك. على طول بتجري بتجري علشان تحافظ على مالك وتنميه وتكبره وتعمل مشاريع وتعمل صفقات و و و وهكذا. طيب، ولادك في إيه من الموضوع؟ تلبية الرغبات، إحنا ما بنجيبش ولاد بس عشان نلبي رغباتهم. مدرسة حلوة، تعليم كويس، صحته كويسة، بيروح أحسن مستشفيات، بيتعلم في أحسن مدارس، بيتعلم مش عارف إيه، مش ده المطلوب. لا،
لو سألت نفسك سؤال، لو أنا سألت نفسي سؤال، هو أنا الوطن، أنا كمصر مثلا عايزة مني لما أخلف أهديها فرد جديد عامل إزاي؟ هقول لك أنا بفكر إزاي. أنا بفكر إني لما أخلف يعني هحتاج أعمل مع أولادي اللي أقدر عليه كله، بحيث إن أنا أهدي مصر مواطن صالح وطني، ولاؤه لمصر متعلم واعي عافي قادر ان هو ينتج ويزق مع البلد لقدام. مش مطلوب اكتر من كده. يبقى انت لازم تشتغل على دماغ ولادك زي ما تشتغل على افواه ولادك. زي ما هتأكلهم محتاج تأكل دماغهم. مش هتأكل دماغهم الا لما تقعد معاهم، تقعد معاهم كفاية، تتكلم معاهم كفاية، وده مش هيتحقق حتى لو انت قادر تصرف على عدد كبير من الاولاد وعندك القدرة او الملاءة المالية لكده. اذا في كل الاحوال نستخلص من ده، ان عدد الاولاد الكتير مش كويس لا للغني ولا للفقير. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وذلها الفينان للامان مر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان.